بتشوف طيب بعيد، انا فاهمه ايه الموسيقى اللي ما بتحبهاش من غير ما اسالك عليها، انا مش عايزه اتكلم عليها اصلا، لكن انا اسالك على بتشوف الراب ازاي؟ بشوف الراب هو نوع من الموسيقى في خطوة منتظمة ثابتة بتوصل للشباب ان هم بيرقصوا عليه بشكل عامل كده، فبيحركهم فبيخش عقلهم فبيسمعوا الكلمات بتخش عقلهم لانها حركة منتظمة، زيها زي الموسيقى المهرجانات اللي كانت بتتعمل برضه حركة منتظمة، بس كل الكلام ده مش عن دراسة. انا ابتديت ان انا اعمل الموسيقى الطبيعية مبرمجة بشكل جيد ان الناس تستوعبها زي ده زي ده. ما انا في الاخر طلعت قبل رمضان، على فكرة الناس اللي شافت حلقة ليا في رمضان في احدى البرامج انا قلت فيها انا هغير الموسيقى، انا هغير، وقعدوا يضحكوا الناس، في ايوه بعض الناس قعدت تضحك. صح، لا قلت لهم هغيرها لكم، لان انا لما هغير هغير بعلم وليس صدفه وليس تحدي وليس هبل، لا انا عارف انا هعمل ايه، انا عارف انا وصلت لايه في الموسيقى عشان اقدر اغيرها. هو سكرت على راي الاجانب اللي كنت بشتغل معاهم بره، قالوا لي كلمني ان كلمني كمان عن الموزعين الاجانب اللي انت بتشتغل معاهم. اقول لحضرتك على حاجه، انا وصلت لحاجه في الموسيقى ان انا اقدر ابقى عارف انا عايز ايه، هجيبها لك بطريقه مبسطه عشان المشاهد يعرف. تمام. انا بقيت عارف انا عايز ايه، يعني انا عارف انا اللحن بتاعي محتاج ايه في الموسيقى. لا في الاخر ما بديش للموزع الموسيقي الاغنيه واقول له اعملها لي، لا انا كل حرف في الاغنيه الناس بتسمعها هاند ميد، يعني انا اللي مالفه تاليف موسيقي ببقي.